هنبدأ بقى في السيرفر سايد، الحاجات اللي بتشتغل على السيرفر والراوتس، ازاي نظبط الراوتس بتاعتنا. عندنا كذا ملف هنشتغل بيه، اهمهم index.js. بس قبل كده في بعض الناس بتفضل دايما تظبط الاعدادات بتاعت الداتابيز بحيث ان هو عمل خلاص بيجيل بس، وبعد كده هيظبط بباث معين. انا يعني عايز اظبط الباصات المسارات يعني، هيعرف حاجه اسمها باث خلاص، ويقول لك ده ريكواير لازم يكون عندي باث، ده اصلا موجود مش مشكله خالص. كل فكره ان اقدر اتحكم بقى في الفولدرات من وين، والكونكشن سترنج بتاعي عايزين نشيله من هنا خالص بحيث ان احنا نخليه هنا ثابت وما نغيروش، يبقى التغيير بتاعه في مكان تاني مختلف. هنادي عليه ازاي؟ اقول له ريكواير خلاص، واقول له انا عايزك تعمل لي حاجه اسمها باث او باث جوين، عايز تربط لي الباث دوت. الاول اندرسكور اندرسكور داير نيم، فيجيب لي اسم الدايركتوري بتاعه واسم الفولدر. وهنا في الاعمال لما اكون بشتغل هطلع بره فولدر، دي معناها لما اكون شغال او اي بنادي لجوه او لبره هطلع بره فولدر خلاص. انا بره يعني المفروض ان جوه، انا جوه مودلز لو انت فاكر، هتلاقيني انا كداتابيز دلوقتي جوه مودلز صح؟ انا بتكلم على فولدر بره هحط فيه الاعدادات الخاصه بالكونكشن بتاع الداتابيز، هحط فولدر هنا. الفولدر اللي عامله اسمه فيه يسميه كونفيج دوت جي اس، هو دايما اللي هو معتاد كونفيج دوت جي اس. فانا قلت له اخرج بره دوت دوت وسلاش دي خلاص. وبعديها هقول له هتلاقي حاجه اسمها كونفيج، اللي حاجه اسمها كونفيج خلاص. وقفلت ادي باث دوت جوين، وادي ريكواير اللي احنا كنا عاملينها خلاص. هنا بقى كل الكود اللي مكتوب هنا خالص هقوم ايه موقفه، مش عايزه دلوقتي، هرجع له بعدين. خلاص ما تنسوش كمان ان احنا معانا تيست كده عشان ما يضيعش مني الكونكشن سترنج ذات نفسه اللي هو القديم صح؟ اهو خلاص وقفت كل الكود القديم وظبطت النظام ده. حلو قوي ده في فايل داتابيز دوت جي اس. ماشي، انهم جايبين كده عم الحين فايل جديد اللي هو بقى الكونفيج دوت جي اس ده، او عامل فار واقول له انا عايز اعرف كونكشن سترينج، وده بيساوي كونكشن سترينج بقى هنا احطه بالكامل اهو. لا احنا ايه بقى اهو، طب اروح اجيبه من هنا، احنا كنا حاطينه زي الفل. تاخد كونكشن سترينج بتفصيله وانت حاطه جوه ملف اللي هنا اللي هو المفروض ملف الكونفيج، وده افضل. واجي هنا اقول له موديولز او موديول خلاص دوت اكسبورتس الكونكشن سترنج، وبكده الكونكشن سترنج يبقى واضح عند كله خلاص. يبقى الكونفيجريشن ده اديله سيف كده، قال هسيب فين جوه مودلز، تقول لا سايبه لي بره وسايبه لي دايما بالاسم كونفيج دوت جي اس. واحد يقول لي احنا ليه لفينا اللفه دي؟ هقول له يعني يفضل دايما انك انت تبقى ظابط التفصيل ده موجود في ملف اسمه كونفيج دوت جي اس، وملف الداتابيز ما يكونش فيه الا الكلام دوت خلاص كده؟ مبقاش فيه التفاصيل اللي احنا اتفقنا عليها الزياده اللي احنا ايه كاتبينها دي. ونبدا بقى نخش في الملف الاساسي اللي احنا هنعمل عليه الشغل بتاعنا كله، هنحط فيه الشغل بتاعنا كله اللي هو الملف بتاع اندكس جي اس. لو المفروض ملف اندكس جي اس ده، طيب قلنا المفروض ان هنحطه جوه فولدر اسمه راوتس، هو اوتوماتيك يبقى منزل لي ملف ادي اندكس جي اس. ممكن افتحه وابدا اعدل عليه لو كان في حاجه مفيده. شرحته هنا لقيت فيه الملف في شويه حاجات اساسيه، يعني نادى على الاكسبريس ونادى على الاكسبريس ونادى على الراوتر اللي هو الراوتنج اللي هو العناوين بتاعت الانترنت اللي من خلالها بنخش على الصفحات، ويظبط الجيت، ظبط طريقه. اول حاجه جيت الهوم بيج اللي بتطبع فيها ايه كلمه ايه اكسبريس، سمحت لي اللي بتطبع فيها كلمه ايه اكسبريس اللي كانت موجود خلاص كده. وموديول دوت اكسبورتس ايه الراوتر دي، كلام جميل.
طيب احنا ممكن نسيب ده خالص ونبدأ نقول طبعا احنا الجزء اللي عملناه اللي هو بتاع الداتابيز ده اللي هو الداتابيز دوت جي اس، احنا جربنا بس ازاي ننادي، خلاص ازاي ننادي وازاي الكوليكشن سنج يسمع، وقفنا اصلا الكود بتاعنا يعني كان مجرد اكزامبل. تعال بقى في الشغل الجد في الاندكس ده هعمل ايه؟ هعرف var بي جي اللي هو بيساوي، وهقول له ريكواير انا عايزك تكون بتنادي على بي جي، وعرفنا البي جي دوت اللي هو خاص بالايه؟ بالبوست جرين. وفار كونكشن سترنج احنا كده كده في الداتابيز هنا عرفنا ازاي كونكشن سترنج بينادي بايه؟ بباث جوين، وده بالنسبه لنا كده ستاتيك من اي حته ننادي عليه مش هيبقى عامل لنا مشكله. فانا ممكن اخد من هنا الكونكشن ده خلاص، وفي اي فولدر انادي بالباث ده اقدر اعمل كونكشن على الداتابيز، ما عنديش ايه؟ ما عنديش اي مشكله. خلاص طيب كلام جميل. هبدا دلوقتي اعمل ايه بقى؟ هعمل اول حاجه الكرييت، تاني حاجه الريد، خلاص تالت حاجه الابديت، وعايزين اخر حاجه ورابع حاجه ان احنا نعمل ايه؟ ديليت. وبعد كده نبدا في الكلاينت سايد، احنا كنا في السيرفر سايد. فناخد دول على اربع ايه؟ على اربع مراحل اللي احنا قلناهم، الابديت والريد والايه؟ وكرييت، مش فاكر وايه التاني الرابعه، احنا قلنا ايه؟ كرييت وريد، اكرييت وريد وابديت وديليت. ماشي؟ يبقى احنا دلوقتي هنبدا على ايه؟ على ازاي نكرييت الملف الاولاني، اسف او السجل يعني الاولاني، يعني انسيرت يعني نضيف. خلاص نعمل ايه؟ نعمل عمليه الايه؟ الاضافه. عشان ابدا اعمل عمليه الاضافه وجاي هنا اعمل ابدا براوتر، هو الاساس اللي احنا معرفينه فوق الراوتر اكسبريس الراوتر ده عشان العناوين. اول عنوان هقول له بوست، خلاص الاضافه. بص انا هنتبع كده، ترى بستجد ان انا هعمل هنا كده فانكشن، بس عشان انا هقول لك انا هعمل ايه. فانكشن وبتاخد منك الريكوست، الريكوست اللي هو الطلب الملف، بتاخد ريد منك الريسبونس والنتيجه بتاعته. يعني اي صفحه ويب اما تيجي تطلبها بيبقى عباره عن ريكوست، ولما تيجي ترد عليك هي النتيجه تبقى عباره عن ايه؟ عن ريسبونس. هنشوف بالتفصيل، لكن دلوقتي كده دي كده ايه الراوت. انا عايز بس اتكلم عن هنا العناوين عشان اعرف اخش، لازم اقول اي بي اي لما عشان اخش الكلام دوت، ومحدد مثلا دي فيرجن واحد مثلا، وبعدين هقول له مثلا ايه تاسكس، يبقى العنوان كده بعد الاسم البروجكت سلاش اي بي اي فيرجن 1 تاسكس، يبقى كده هيخش على ايه؟ هيخش على البوست اللي احنا هنعملها دلوقتي، هيخش على الفانكشن اللي احنا هنكتبها دلوقتي هنا. يبقى نقدر نقول هنا ايه؟ انسيرت، ممكن بقى نعمل انسيرت نعمل سيلكت، يعني هضيف وجايب البيانات كده وعارضها. خلاص كده؟ انا قبل ما اكتب الكود بقى اللي هنا، احنا لسه هنكتب كود هنا بالتفصيل بقى، بس انا ايه وانا الاول ده عباره عن تعليق، بس انا هبدا يعني افرد الشغل بتاع الاول، وهعمل راوتر خلاص دوت جيت، برضه هنا اقول له خش على اي بي اي سلاش فيرجن واحد، وبعديها بس هنا جيت تاسكس خلاص، بس هنا مش بوست، هنا لما اجي بضيف هنا جيت خلاص. وانا هنا معناها انا عايز اقرا بالكامل، وهنا برضو هعمل انونيمس فانكشن كده، هديها برضو الحاجتين اتفقنا عليهم، الريكوست يعني طلب الصفحه دي، وهقول له هنا الريسبونس اللي هو الرد بتاع الصفحه دي. يعني من الاخر لو انا عايز اجيب اي حاجه بعتت لي وهو بينادي على الصفحه دي هجيبها من الريكوست، انا عايز ابعت له اي حاجه ابعتها له في الريسبونس في الرد بتاعي. خلاص هنا هقول له انا هعمل ايه بالظبط، هقول له كل اللي هنعمله هنا هنقول له هنسلكت الداتا خلاص، بس يعني هنعمل هنا كل اللي عايزين نوصل له في الاخر، احنا هنسلكت الايه؟ هنسلكت الداتا. ماشي كلام جميل. هنبدا بقى نقول الايه الحاله اللي بعد كده، راوتر دوت بوت عشان نعمل ابديت، عشان نعمل ايه؟ ابديت. وهقول له برضو اي بي اي
على فيرجن واحد وتاسكس، بس لازم بعد كلمه تاسكس تبعت لي الاي دي بتاع الحاجه اللي عايز تعمل لها ابديت. فانت تبعت لي الاي دي بتاع الحاجه اللي تعمل لها ابديت، فهقول لك هتبعت لنا ايه التاسك اندرسكور اي دي. خلاص كده دي معناها حاجه هيسال عليها، يعني كل ما حد يجي نادي لازم يبعت، يعني هيبقى كاتب لي في العنوان www.api.com/abi/v1/taskes/5، يعني كنا شغال على تاسك رقم ايه؟ رقم 5. خلاص والفانكشن بتاخد حاجتين، الريكوست والايه والريسبونس. كلام جميل. ونيجي بقى للايه للديليت، ودي هتتبني هنا طبعا احنا اتفقنا دي عباره عن ايه، هنابديت فيها الداتا. ونخش بقى على اخر حاجه في العمليات الاربعه، هقول له راوتر دوت ديليت، وبرده انونيمس فانكشن هنا بتاخد مني الريكوست والريسبونس زي ما اتفقنا، وبدايتها ونهايتها هنا تو ديليت البيانات. خلاص وهنا برده هنعمل ايه، اي بي اي عادي جدا فيرجن واحد تاسكس، وهنبعت له التاسك ايه التاسك اي دي اهو، يعني برضه انا ببعت رقم الايه التاسك اي دي عشان اقدر اعمل له ديليت. بالاربع حالات دول كده احنا دلوقتي جاهزين ان احنا نجرب ده قبل ما نعمل ايه، قبل ما نعمل الكلاينت سايد بتاعنا، الموديلز بتاعت الكلاينت سايد اللي هتشتغل. كلام جميل. انا عايز اتاكد من الاول الشغل بتاع الداتابيز سليم.